بسم الله الرحمن الرحيم. قام بعض طلاب الأزهر قديما بنظم أرجوزة للإنجليزية لتسهل عليهم حفظ الكلمات الإنجليزية عندما قررت عليهم كمادة جديدة. ومن هذه الأبيات قالوا: القط كات والفأر رات والنهر يدعى عندهم ريفر والطبق دش والسمك فش وأبدا عندهم نيفر والحمار دنكي والقرد منكي وسيب بحر أو بمعنى ينظر والأب فاذر والأم ماذر والابن ماهر أو هو كليفر والسرير بد والرأس هد والكفي بن اسمه براو الحرير سلك واللبن ملك وإذا جلست فإنك سداو أدفيرب ظرف سبجكت فاعل والفعل فيرب والاسم ناون.